ما زالت قصة الفنانة سيرين عبد النور وضيفتها الفنانة داليا مبارك حديث الجمهور بسبب الموقف المحرج اللي حصل على الهواء مباشرة أثناء تقديم سيرين برنامج الرمضاني سهرانين معاكم بالبيت مع الفنان أحمد فهمي، وذلك بسبب ردة فعل داليا مبارك اللي أخطأت الأولى بنطق اسمها. فقالت ديالا الأمر اللي دفع بداليا آنذاك إلى الرد على سيرين ونادتها بني سيرين، وبالفعل لاحظ الجمهور غياب الكيمياء بين سيرين وداليا مبارك. داليا مبارك استنونا، داليا مبارك سوري. هاي نسرين أو سيرين. وبعد ما خرجت سيرين عن صمتها وأوضحت ما حدث وقالت لزميلي ندى عقيقي إن أخطأت بلفظ الاسم بسبب شعورها بالتعب، علقت داليا مبارك بمقابلة أجرتها مؤخرا مشيرة إلى أنه هالقصة جعلتها تدخل حالة اكتئاب، وقالت أنا كتير بحبها لسيرين ولما حسيت إني زعلتها دخلت بحالة اكتئاب لمدة 3 أيام لأني ما بحب أجرح حدا ولا انفهم غلط، فحاسبت نفسي وكرهت نفسي ودخلت كلمتها وقالت إن منا زعليني وأنا مرة أحبها ولما حسيت إني زعلتها أنا دخلت حالة اكتئاب 3 أيام. وكانت سيرين عبد النور قد كشفت بها المقابلة إن حضرت إلى الاستوديو بالتاسعة صباحا فيما أجريت المقابلة عند الساعة 2 فجرا، وأضافت اسمي كنت ناسيته، مع الإشارة إلى أنها كانت عم تشعر بالإرهاق مع تأثير الرموش الاصطناعية وقلة النوم، وأنه هالأمر منع من قراءة الاسم بالشكل الصحيح. اسمي كنت ناسيته، حرام أنه داليا البرومتر قدامي عم بقرأ بس قد ما على الرموش وعلى قلة النوم والتعب. وتعليقا على قول داليا أنها كانت عم تمزح، اعتبرت سيرين أنه المزاح لم يكن واضحا، مشددة على أنه الأمر انتهى وأنه الناس عم يبحثوا عن مادة للتسلية بظل الملل اللي عم يعيشوه، كما لفتت إلى أن قبلت اعتذار زميلتها. وبدورة داليا مبارك ردت على إحدى الصفحات يلي دافعت عن موقف الفنانتين وكتبت شكرا لإلك لأنه بجد قلت من باب المزاح كتير بحب الجميلة والرقيقة سيرين عبد النور وبعتذر منها ولكل محبينا لو تفهم كلامي بطريقة غلط، محبتي واحترامي. وردت عليها سيرين آنذاك بالقول وأنا بحبك كتير.